السلام عليكم خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناة مامون بيبي. على سلامة الملك ديالنا، مرحبا به وألف مرحبا. خوتي خواتاتي، بغيت نسولكم، ما شاء الله الأمير مولاي الحسن راتيبا في هذا الفيديو صغار من السن ديالو الحالي. سبحان الله سبحان الله، هذه حاجة. حاجة أخرى، كيفاش من يا أسماء زروال أنت باغية تحمي بالصح الملك من الكورونا؟ علاش خليتي الناس يقربوا ليه في ذكرى المولد النبوي بلا ما يديروا البي سي آخ، وخليتي الناس كانوا قريبين ليه بزاف بلا ما يديروا البي سي آخ، من حيث أنت باغية تحمي الملك؟ إيوا في الذكرى ديال المولد النبوي كانوا الناس قريبين ليه بزاف، هادوك ما داروش البي سي ار وما خليت ما دخلتيهمش لوطيل، شديتي عليهم على ما ديري لهم بي سي ار الاول والبي سي ار الثاني وخليتيهم يقربوا ليه. وفي الدوره البرلمانيه اللي البرلمانيين بعيدين عليه، انتي سديتي عليهم على ما يقال ويروج، سديتي عليهم في لوطيل والبي سي ار الاول والبي سي ار الثاني، ومن بعد عاد جبتيهم شفتيهم لينا مزيان، صورتيهم فيلميتيهم. هذه حاجه. حاجه اخرى، زرواليه حنايا فرحانين بزاف وعاد اللي شفنا الملك ديالنا، ما تصوريش الفرحه ديالنا، الحمد لله اللي ربي نجاه من السم اللي وكلتيه. ولكن عندي واحد السؤال مطروح، سؤال ثالث، اللي هو مني كان الملك في الجيب ونقزوا عليه هذوك الناس، فين هما الكارد كورين ديالو؟ الوقت اللي تيكون الملك تيبغي يدير السيلفي دائما مع الناس في فرنسا او في اي بلاصه، تيكونوا لي غارد دو كور ديالو حاضين مزيان مزيان مزيان، ومني تيديروا الناس سيلفي تيبعدوهم. صافي درتو السيلفي، درتو التصويره، دعيتو معاه، سلمتو عليه، صافي تيكحزوا الاتساع. هادو لا، هادو نقزوا عليه، ما كاين لا غارد كور حاضيه، لا واحد غارد كور وقف بينه وبينهم لا والو. وتصور لو كان هادوك العيالات وهذاك الراجل ضربوه بشي حاجه او رشوه بشي حاجه، وفين هي الحماية ديال جلالة الملك؟ فين هما الكارد كورين ديال جلالة الملك؟ كيفاش؟ ما فهمتش أنا، يو كيفاش؟ تصور لو كان جا شي مسخوط وتعدى عليه، ما كان حتى شي واحد حاضيه، هذاك اللي صايق بيه بعيد على هادوك اللي نقزوا عليه، والناس نقزوا عليه، ما كاين حتى شي واحد ولا واحد واقف تما اللي يحميه، يو كيفاش؟ سري ليا. شوفي يا أسماء زروال، تنشكرك بزاف وعاد ما نساوش خيرك على اللي جبتي لنا الامير مولاي الحسن حتى هو شفناه، ولو انه تيبان في واحد السن اللي هو ماشي هو السن اللي هو فيه دابا، فهمتيني؟ لو كان كانت بصح تتهمك الصحه ديال جلاله الملك ماشي ينقزوا عليه هادوك، ما كاين لا غارد كور هادوك بعدا. ولو كان كانوا مرض وكان كان عندهم هذا سميتو الكوفيد لصقوا فيه، هادوك اللي نقزوا عليه ها دايرين تيست بي سي ار حتى هما، مشاو حتى هما لوطيل دوزوا فيه يومين وسديتو عليهم حتى درتو ليهم التيست البي سي ار الاول والثاني، هادوك اللي نقزوا عليه هو في الجيب. هذه الأسئلة هذه من حقنا نطرحوها، بما أنك فقدتي المصداقية ديالك أسماء زروال عدة مرات في عدة مناسبات، وجبتي لنا الملك تصويرة ديالو ديال 2018 فارماسي فرنسا تتقولي لنا بأنه في سيفورا فرنسا في 2022، وهي في الحقيقة كان في الفارماسيان في 2018. جلبة صفراء هي ما فهمتش انا علاش جلابه صفراء دائما تتعاود في جميع المناسبات. الملك ديالنا تبارك الرحمن عنده جلالب كلهم ديال العالم كله، عنده ملايين ديال الجلالب، ما فهمتش علاش تتبان دائما نفس الجلابه. هذا سؤال من حقنا نطرحوه، بما انك فقدتي المصداقيه ديالك فجبتي لينا افتتاح الدوره البرلمانيه ديال 2016 وقلتي لنا هذيك هي نفس الجلابه اللي جبتي لنا في عيد العرش. انت يا أسماء زروال فقدتي المصداقيه ديالك عده مرات، كل مره في عده مناسبات، في كل مناسبه سابقا، ودابا
من طبيعة الحال غادي يكون عندنا أسئلة وغيكون عندنا توبيخ ليك. فين هي الحماية ديال جلالة الملك؟ هادوك اللي نقزوا عليه في الجيب، فين هما الغارد كورين ديالو؟ فين هما الغارد كورين ديال جلالة الملك؟ ولو كان هادوك أداوة، ولو كان رموا عليه شي حاجة، ولو كان ضربوه بشي حاجة، ولو كان داروا له شي حاجة، شكون اللي غادي يحميه في ذاك الوقت؟ كذلك في الذكرى ديال المولد، علاش هادوك تا هما ما سديتيش عليهم يومين ودرتي لهم بي سي ار الاول والثاني؟ علاش غير البرلمانيين اللي سديتي عليهم، مع العلم ان البرلمانيين كاين واحد المساحه كبيره ما بينهم وما بين جلاله الملك؟ لا مجال للعدوى لو كان كانت فيهم الكورونا، لا مجال للعدوى، بعيدين عليه. الوغ تنتسناو الاجوبه على الاسئله ديالنا. خوتي خواتاتي، لايكيو هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.